اهلا وسهلا بكم ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير او مساء الخير في وقتاش ما شفتوا هذا الفيديو. هذا الفيديو راكم عارف البوليميك اللي وقعت، على البوليميك ديما كاينه بيننا وبين الجزائر. احنا كنختلفوا عليهم، هما كيسبوا احنا ما كنسبوش، هما كيعيروا العيالات كيعيروا لي فام وكيسبوا لي فام، وحنا ما كنسبوش لي فام وما كنعيروش العيالات، سواء الجزائريات او اي. احنا الطبع ديالنا هو هذا، وكنطلب من المغاربه كاملين ما يدخلوش بهذا الاسلوب، بهذا الاسلوب اللي هو رديء جدا. دون سي سي فريمون باش تعاير لا فام كما كان النوع ديالها. اصلا لا بروستيتي ما كتعايرش، باش نهضروا الهضره ديال المعقول، فهمتي؟ واللي مشى ما مشى من الدنيا، ما مشى من عمان جامع قايبها. هذه واحد الاغنيه كنت صوتها شحال هادي، اللي ما مشى من الدنيا ما نجا مع قايبها. ها سانغيف باكو زوطخ، وهادشي عادي فهمتي. وهما هاد الابتزاز الكلامي وهاد اللفظ الكلامي اللي كيعيرونا بوسبير بصح، ما دخلنا لا منا لا منا، باسكو حنا كنعرفو ان بوسبير سبعة ولا ثمانية ديال الطيور كانوا في عهد الاستعمار وقفوا في سيكون دو وما بقاوش، اللي هو سميتو بروسبير، وهضرنا عليها شحال من مرة. والصديق ديالي سبنا تشفين مشى وصور داكشي ودارو، ما عندناش مشكلة. دونك حتى انه واخا كاع يعايرونا بلا بروستيتيسيون، على بالناش انا. شوف يعايرونا بلا بروستيتيسيون، يعايرونا بوسالي الدين، يعايرونا بالتصهين، يعايرونا بالعبودية، يعايرونا بالضعف باش ما نرجعو السبتة ومليلية، باش ما بغاو فهمتي، غير خليهم يعايرو. حنا ما شوف المغربي راه مغربي، راه عارف راسو، فهمتي. حنا ما نعايروهمش، حنا ما طلبنا منهم والو، ما قلناهم عطيونا حتى شي حاجة، قلنا ما عطيونا غير حاجة، هي عطيونا اتساع. نتوما اليوم كتقولوا الصحراء الغربية، اللي ما بغيتوش المغرب يكون بخير، نسيتو الزكارات في المغرب. نتوما كتعرفوا كاين الجزائري كاين كيعرفوا أن ما عمر كانت شي دولة في المغرب اللي كيسميوهم المغرب العربي غير ليبيا، تونس، موريتانيا، الجزائر، ليبيا. ما حتى أن مصر واحد الوقت ما بغاوش تدخل في المغرب العربي الجزائريين. واليوم بغا يديرو الصحراء الغربية، كي قالت النائبة البيروفية ديال بيرو، قالت لي 40 خيمة، 40 خيمة. على هذا كنقول ندوي مع المغاربة، كنقول لهم اتس نو يوز تو دو ذا سيم ثينك، تو سي ذا سيم ثينك لايك ذا الجيريان بيبول. لا دام تولكين، لات اس وركين، لات اور ورك دوين ذا جوب، دوين ذا تولك. خليهم يهضروا يديروا، حنا نخدموا، حنا نخدموا، ما نتعايروا معاهم ما والو. انا هذاك اللي دوا معايا قلت له يدير لي فيديو لايف، انا ديما كندير لك لايف، واخا راني في الطوموبيل ندير لك لايف. المغرب بلاد الحريه، بلاد لا ليبرتي. هنا راني غادي دابا المحمديه، هنا ها البنتلي فين كتباع، لو كان ما عندناش فلوس راه ما يديرولناش البنتلي. ها البنتلي والبورش، ها الاودي، ها هي الاودي فين كتباع، شتيها الاودي. اه سنترال دوطوموبيل شيريفيان، شوف شيريفيان قداش شيريفيان. هذا غير اكزومبل، هذا دو باساج، انا ما جيتش هنا بوغ سا، جو سوي دو باساج. ها الفوكس فاغن فين كاين، فين كاين التوارق وكاين التيغوان وكاين فوكس فاغن. ها البورش، هايك البورش حداك شتيها، هايك البورش والفيراري، والفيراري البورش، بورش بورش سونت بورش. لي ها هو داك اون بلو، لي ها هي ديك اون بلو، هاي ديك اون فاس، هاك نتقرب ليها وغادي نوري لك المدرة، 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 شنو المدرة؟ تريدون. ها هي دي المازيراتي، هاي ديك اون فاس اون بلو، وحداها داسيا، كل واحد يشري على المستطاع ديالو. حداها داسيا، هاي المازيراتي شتيها، ها المازيراتي، شتي المازيراتي، هاي دي المازيراتي، قرا مزيان. وشو الحركة كي دايرة؟ شوف الرواج غادي، لي كاميون، لي فواتور، اون سو بلان با، حنا بخير. حنا الا كنا فقراء وحنا بنغلاديش، ياك ما كنضروكم في والو. واش نتوما ديرونجيتو ان المغرب يسترجع الاراضي ديالو؟ فكروا مزيان، فكروا مزيان، فكروا مزيان. هادشي كله جايبوه بحيت المغرب رجع الصحراء ديالو، هادشي اللي نايض عليه الصداع. الشعب مشى، الشعب ولا مع الدولة، هو كان من بكري عنده ديك الكراهية ضد المغاربة، ولا مع الدولة دا هو كيساهم في سب المغاربة وقتل المغاربة والنساء المغربيات، وداروا واحد خصيصا لهذا الشيء بونيف، دايرينو اختصاصيا باش يعاير بالقدح وداك الشيء
مسكين يما باغي بلا ما نقول لي انا ما نقدرش نقول داك الشيء كيبان لي مسكين حتى هو. المهم كانت مشكل لوبيا موجوده فهمتي كيما كان بخربة وكيما كان بوتفليقه وكيما كان من بلا اللي ما نجبوا لا اطفال لا والو ما عندناش مشكله هنا ما نعيبوش هذا الشيء هذا الشيء ناتوريل وكنقول لكم سان اريف با كوزوت هذا نيفو تخوبا الا هبطنا معاهم في هذا المستوى انا كيبان لي مستوى رديء ومستوى منحط حنا مغاربه عندنا اصل عندنا امور ديالنا ما يهمناش حنا راه كنقول لهم واحد القضيه هذا الشيء كامل اللي مدير كامل راه ما كاين لا حرب الرمال ولا خدعه امير عبد القادر ولا الغدر ديال بوحوص وفخوص ولا هذا الشيء كامل حيت الجزائر بغات هي تاخذ الصحراء بغات هي تاخذ المحيط الاطلسي وبغات تكون هي الوحيده القوه العظمى في افريقيا وتحيد المملكه المغربيه لانها على علم ان المملكه المغربيه وان النظام الملكي هو اللي كيوحد المغاربه هو اللي كيقوي المغاربه هو اللي كيجمع المغاربه حول الملك هو اللي حنا باش البلاد زوينه زوينه بالملكيه لو لم تكن الملكيه كنا حنا مشتين اليوم الجزائري كيجي المغرب ها الفيراري بغيتي الفيراري ها هي هذه هي هادي حنزز ها الفيراري شتيها هي هاديك دابا ندخلك لا ميزون تشوف وحده ديال الرسميه فيها الميني كوبر هي الميني كوبر هنايا رسمي ميني كوبر وحدها البي ام دبليو المغاربه كيتقداو البي ام دبليو ما كنقولكش ما كاينش الفقر كنقول لك كاين البوفوار داشا ديال اي سلعه كاينه في المغرب اي سلعه زي. دونك هاد البلاد هاد الجزائر اللي باغيه تحيد المملكه هذاك الشيء راه سي ديباسي دابا سي ديباسي اليوم المملكه ولات شي حاجه غاغ الناس كتحافظ عليها ستا علاش كنقول لك المغرب ولا باتريمون المغرب كامل لو بيي دي ماروك اللي دوفوني باتريمون اونيفرسال فهمتي ها ميزون بوجو هي هادي شتي ميزون بوجو كامله دونك واش كتشوف دابا راني بعيد على لا فيل وكل شيء بروبر وكل شيء نقي الحمد لله اذا انا كنقول للمغاربه نوجه لهم النداء ما تبقاوش تسبوا معاهم هضروا معاهم بالعلم والمعرفه والادله على غرار اللي كيفاش كيهضر الدكتور صليبي وكيفاش كيهضر الدكتور نعوم كيفاش كيهضر نبيل عرباز ومنار السليمي ما كيسبوا ما يعانوا حتى مرابط ما كاينش كلمات ساقطه ما كاينش كلمات منحطه وما نعايروش النساء كما كان النوع ديالهم الجزائريات لان كتبقى المراه خليوها اليكار في هذا البروبليم هناك وما تقوليش ذباب ولا شي حاجه هناك شعب تم تدجينه تم الفورماطاج ديالو ومشى مع النظام مالوغوزمون وضيع فرصه كبيره انه التاخي مع المغرب والصداقه مع المغرب فيها فوائد كثيره لان المغرب ينفعوا واليوم اللي كيقول لك هذه ديالنا هذه ديالنا هذه ديالنا بحال الدري الصغير اللي شافها يقول ديالي احنا عندنا بحال هذا قصر المشوار اللي صابوه المغاربه واللي كان راب ولا نقطة سوداء كانوا كيقصروا فيه ويسكروا فيه ويباتوا فيه جميع المتشردين المغاربه صلحوه تحت تعليمات الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقه اعاده الترميم ديالو وعيطوا لي الناس اللي رموه كاع راهم كبار دابا شويه قال لك حنا اللي مشينا ليه ورممناه وكل شيء اللي جا كبار وكاين اللي مات وكاين اللي باقي حي كاين اللي بغى مشى ودوا معايا في هذا الموضوع وعندي دي زوديو ديالهم كان عباره عن نقطه سوداء سيتي ان بوان نواغ ابوندوني والمغاربه رجعوه حاله زوينه المغرب فين ما يمشي كيبني بالنسبه لهذاك القصر واحد القصر صغير ديال المشوار حنا عندنا منا لا دخلتي غير درب السلطان مشيتي لدرب السلطان الحبوس الا مشيتي للحبوس بلاتي بلاتي شوف الا مشيتي للحبوس الدار البيضاء ودخلتي الداخل انا نهضر على الدار البيضاء ماشي في فاس تما نجيك لفاس الا مشيتي للحبوس اي دار تدخل ليها بالحبوس الداخل القديمه كتلقى بحال هذاك القصر او احسن من هذاك القصر اي دار قصر المشوار كاين موجود بطاطا عندنا بحال بتيبان واحسن منه هذه من جهه ولا مشيتي مثلا للديور خلي القصر ديال الملك الحسن الثاني الله يرحمه القصر ديال محمد الخامس غير القصور اللي خلاهم القلاوي دخل ليهم دابا الدوخه تلف هذه غير في كازابلانكا نجيك غاديه اخرى القصور اللي كاينين في فاس الا مشيتي لفاس فاس عادي داك الزليج وداك داك الخصه ديك النافوره وهذاك والصدار ودوك الاقواس وداك الزخرفه كاينه في ديور ديال فاس كاملين تقريبا الا هبطتي فاس القديم لعبتي ضرب الحبيل وبوجلود وخصه انا سكنت في قصر المقري وغير بيت الزيت اللي كيستوكيو فيها الزيت
فيها الزليج البديع داك الصغير اللي كيصوب الحساب ما كاينش في المشوار اللي كاين في تلمسان. واخا شوف واحد الاخ صوره خفيفه. مرحبا. على خاطر مرحبا. شا جبت التصويره؟ المهم عندنا اصدقاء وصافي. شوف المحبه من عند الله والمعزه من عند الله. حنا ما باغيين والو فهمتيني، باغيين والو، باغيين نتلاقاو مع الناس يكون بيناتنا احترام. لا تخرج نصور مع واحد السيد. مرحبا بالجروب. لا تخرج لا تخرج. الله يحفظك. الكونغرس ما عجبناش ان شاء الله. مسحها مسحها ربي. مرحبا شكرا لك. شكرا للحاضرين. مرحبا بك. مرحبا مرحبا. ليكم حنا الا مشيتي لفاس دخل لفاس، واللي انا ما نقولش للجزائريين، نقول المغاربه اللي ربما يدخلهم شويه ديال الشد. الجزائر ما فيهاش هذاك الزليج نهائيا. انا حياتي عمرني شتو، ماشي كنضربان على الزليج. سي بات نضربان على الزليج، سي تخي تخي بات، فهمت؟ وما نضربش على تاريخ المغرب، لان تاريخ المغرب موصل ومحفوظ وامينيزي، فهمتي؟ فيه مناعه، حتى واحد ما يقدر يصوره. هادشي غير ديال الفيسبوك و لي ريزو سوسيو اي تو سا. اللي كنتمناه انا اللي كنتمناه ان اول حاجه بغيت كنسول على هذاك المستشار ديال وزير الثقافه اللي عندنا، بغيت نعرف شكون هو وكيفاش، شنو هي المؤهلات ديالو والدراسه ديالو. ها الا بغيتي دير مستشار في وزاره الثقافه، بغيتي دير مستشار في وزاره الثقافه، اش خاصك دير؟ خاصك دير واحد مختص بالفن المادي والفن اللامادي، بالفن المادي والفن اللامادي، التراث المادي واللامادي. خرجتي لي اللعيبه؟ ها؟ بلاتي راه كلشي كاين. التليفون باقي لا يحول. هذا غادي نمشي راني اونلاين. مشي معايا. قاري. ها؟ ولكن يقول لك واحد ما عندي السر. هاك تطلق لي السفر. انا غادي ندير هذا الولد ديالي ما عندوش معايا ريزو سوسيو. انا بغيت نقول لكم حنا التاريخ ديالنا موصان محفوظ، ما كاش اللي يقدر يزورو هادشي ديال لي ريزو سوسيو ديال هذاك الفيرتيال. غير هو ما بغيتش المغاربه يدخلوا في الخوا الخاوي. انا بغيت نسول كيما ديت تو طولوغ داك المستشار اللي داير لا بوليميك، وكذلك يا داك التراب انا ما عرفتوش، زفتو ليا وقال لك راه حقا هاد الفن ديال المشرق وكذا. انا جو كوني لالجيري كوان باغ كوان، جو كوني لالجيري كوان باغ كوان، جي فيكي اون لالجيري كوان باغ كوان، اي جو سوي اون بارتي الجيريان دو ما مير. انا الجزائر قنت وانا ماشي كنسب الجزائر ولا كنعاير الجزائر، كنعترف بالتاريخ سواء مغربي او جزائري. الشعب الجزائري واحد الساعه انا قلتها شحال من مره، كنت كنعتقد على انه ضحيه للفورماطاج وضحيه لكذا، وحاولت ندخل ونهضر ونقول لهم اودي هنا تبوغيا وراه غير النظام وكذا وكذا. بغيت نلعبها زعما ديك الطريقه الدبلوماسيه. سا نبقى مارشي سا نبقى مارشي، ولاو كيسبوني وكيعايروني، درت مجهود كبير كاع باش ندخل معاهم في زعما في نقاش في ان ديبا. ما تقبلوش لو ديبا. اش غادي نقول لك؟ هذاك لو ديبا لي امبوسيبل دو ديبات ان سوجي افيك ان الجيريا، تو تافي امبوسيبل. هما لا باز ديالهم دو ديسكسيون هي السبان والمعيور،
وما يتقبل منك والو، الساتات اللي بلوكي، لاتات ديالو اللي بلوكي. واخا تقول لي راه عندكم في هذه البلاد شتي ياك واحد القضيه، ياك سمعتوا اون لايف تبون قال ان جورج واشنطن عطى لي بيستولي للامير عبد القادر وراهم في المتحف، سمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ ها لو ريديكول نو تي با، مي هادي كاينه عادي. واش حنا كي كنقولوها لهم ما يدخلوهاش راسهم؟ بورتون قالها اون لايف اون ديريكت اون ديريكت. ان بريزيدون دان ايطا كي مون، ماشي كي نو كوني با ليستواغ، كي مون. علاش كي علاش كيكذب؟ ما كيكذبش علينا حنا، كيكذب على شعبو. حنا اون سانتيغاس با اون اون ريان افوت. حنايا يكذب علينا حنا، ما لا كيما هما لا يهمهم. خص حنا نخدمو في اطار في اطار في واحد في واحد في واحد لو سيركل. شاكان سي زونيون، شاكان سي زافير. حنا من نهار اللي رجعنا الصحراء ديالنا المشكل زاد كبر. كان عندهم واحد المشكل معنا على انهم هما كومينيست وحنا لي سوا ديزون بي ليبرال، على انهم الدوله ديالهم خدات على عاتقها انها خصها تحيد المملكه وتحيد ما يسمى بالامبرياليه وتنتمي للمعسكر الشرقي. واعتقدنا ان العقليه تبدلت لسقوط حائط برلين. اون بونسي كو توت ا شانجي لي مونتاتي اون شانجي على الشيت ديال لي ميغ دو برلين اللي داروا فيه دي سواري وحضرنا لهم كل شيء. قلنا العقليه تبدلت، مي غيان ا شانجي، ما تبدل والو. الجزائريين ولاو افقر من قبل. الجزائريين الفقر ما كانش كاين في الجزائر، ما كانش كاين. واخا كان كاين ما كانش باين، ما كانش باين الفقر في الجزائر. الجزائر دابا ولا فيها الفقر باين، باين كلاغينات، ما فيه ما يتخبى. الفقر ولا هو اللي كاين. اي اون بلوس، اي اون بلوس الشعب كينسى الفقر ديالو. شنو هو اللي كينسيه الفقر ديالو؟ الجوع ديالو، الطوابير ديالو، المشاكل ديالو، والحرمان ديالو، والتصفيق ديالو، والعذاب ديالو، هي الكراهية تجاه المغرب. هادي تنسيه في جميع العذاب اللي هو كيعيشو. هضر ليه على المروك، عاير ليه المروك، سب ليه المروك، ينسى كل شيء. انا ما بغيتش المغاربة يطيحوا في هذه القضية. بغيت المغاربة كيما راه غاديين، ندقوا السكوت، يخدموا بلادهم، يقراو، ينجحوا في المسار الدراسي ديالهم، في المسار المهني ديالهم، في المسار الاحترافي ديالهم، ويخليهم تروكيل، ما يدخلوش في السبان والمعيون. حنا اوني با دو سو نيفو، حنا ما عندناش مستوى منحط. الا بغاو يقولوا لك الزليج ديالنا وكيسيتيو المشهور، المشهور ديال تيلي مسان راه ب 1000 وكذا، راه شحال من سنه راه هو ديال المغرب، كان ديال المغرب ونوع المغرب. والدليل راه باقي الحرفيين، الحرفيين ديال المعبور وديال ديال القرص وديال النقش وديال، كلهم باقيين في الجزائر كيخدموا الفيلات ديال الشخصيات ديال البرجوازيين وكيخدموا القصور الاداريه باقي الى يومنا هذا. وماشي دو برومي شوا هي هذوك، فهمتي مويا؟ باسكو لي فري لي فري لي فري زارتيزون اللي عندنا كيمشيو لدبي، كيمشيو للسعوديه، كيمشيو لقطر، كيمشيو لاسبان، كيمشيو لامريكان، كيمشيو لكندا. هادو اللي كيبغيو يغادروا كيبقاو ولا كيبقاو في المغرب، مطلوبين في المغرب. انا كنت واحد الوقت في لي زاني 80 كنت مومبر دو لا كوميسيون ديال البيرمي دابيتي، رخص السكن. في البلان كان المغرب كيفرض لارشيتكتير انه يدير الاكستيريور على مانيير لارشيتكتير ماروكان، والانتيريور كيفاش. وكنت كنشوف الزليج وكنت كنشوفو انه كانت كتطلبو الدولة شي مناطق شي بلايص شي بلايص، وعاد لي تويل وداكشي ديال القرموز داكشي كان شوية. اليوم حنا دخلنا في لا ديسكسيون مع الجزائريين، ودخلنا لواحد الامور اللي هي منحطة ما خصناش ندخلو فيها. خصنا نبينو بلادنا وما يهموناش هما تعايروا هو بالجوع ولا تعايروا بالطوابير ولا تعايروا بالطوابير، كاع ما يدخل ليه في راسو. حنا كنقول لك راه الرئيس ديالهم قال لهم راه الرئيس هادي راه سي غراف، هادي سي غراف. هذا كيتسمى شي واحد كيكتب او شي واحد اللي كي فريمون واخيلا مالاد، واخيلا مالاد، اللي كيقول لهم جورج واشنطن هذا الرئيس كي ريبريزونت 40 مليون دو الجيريان، جورج واشنطن عطا بيستولي الامير عبد القادر وراهم في المتحف. كوني ما كاش راهم في المتحف، وراهم في المتحف. وهذا الموضوع هذا كون بقينا شادينو غير هو نتناقشوا عليه، هو حاله نفسيه
خاصة الهوس، الهوس ديال القوة والهوس ديال أنهم كاينين والهوس أن عندهم هوية والهوس أنهم كيجيبوا دي بروف نامبورت كومو، تولوا يهضروا بآدم ولو يهضروا بالجنة ولو يهضروا بسيدنا يوسف ولو يهضروا بسيدنا موسى ولو يهضروا ما قبل الأهرام وما قبل الأنكا والأزتاك وما قبل، هذا هوس، هذا هوس سيتي المرض بسيكولوجيك ما بسيكياتريك. الا دخلنا معاه حنا غنضيعوا الوقت، انت شد غير فيديو بحال هكذا فهمتي مغربي، شد غير فيديو كتب شي بلاصه صور ليه الحريه، صور ليه راه ما كاين لا عسكر لا والو، صور ليه لا ليبرتي اللي كاينه في البلاد، الحديد غادي، الطرق نقيين، بنادم كاين، الحركه كاينه، كل شيء مروج، كل شيء مقصر، كل شيء بقى، هذا هو ليسونسييل. لا في كونتينيو ماروك لا ليبرتي. بالنسبه انا اللي بغيت نسال عليه، بغيت المغاربه يجاوبوه، هو شكون هو؟ نرجع ليه، هو داك المستشار اللي مع وزير الثقافه. وزير الثقافه خص تكون عنده خليه تفكير، وكل كل ماتيير 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 بالبابل سواء ماديه ولا ماديه، يكون ان ريبريزونطون، لا في الظاهره ولا في الفولكلور ولا في الرسم ولا في الزخرفه ولا في البناء ولا في القبص، خاص يكون عنده واحد 500 ديال الناس خدامين معاه ويبغى غادي يبغيو يخدموا معاه بينيفول بدون مقابل، فهمتي؟ كما بكري كانوا الامناء، الامين ديال القباصه، الامين ديال النقاشه، الامين ديال النجاره، الامين ديال الحداده، الامين ديال الخضاره، كان الامين هما اللي كيتصل به المحتسب. حنا بغينا نرجعوا لهذا السيستم القديم، لان وزير الثقافه اللي عندنا اللي ترو جون، manque d'expérience, manque d'expérience, on n'est pas endurci par le problème, même قصاش بهذا المشكل ديال الجزائر ما قصاش به. On a le droit de s'élo, لان c'est un élu, c'est pas un agent d'autorité ولا quelqu'un qui a été désigné ولا هذا، c'est un élu منتخب. يقولنا شكون هو هذاك المستشار اللي يهضر على الملك واللي يسيء الملك الحسن الثاني الله يرحمه. حنا راه كنشوفوا بالشرق في الجوج المليون ديال البشر، وكنشوفوا نزار في الربع مليون جزائري، هو وخالد والنظام الجزائري، وباقيين شادين في الحسن الثاني، وباقيين هما اكبر خوانا للقضيه العربيه، وبغوا يبينوا راسهم هما الشرفاء وهما النبلاء وهما اللي مصوفين فلسطين. حنا هاد فلسطين ما كاش اللي معاونها قد المغرب. الا سولتيني في مجيد الضفه الغربيه اصحاب المعبر، صحاب الاردن اللي كيدوزوا الاردن دابا كيدعوا مع محمد السادس الله ينصرو، كيقول لك غاسا لوي ولينا كندوزو، كنا كنمروا ايام وايام باش ندوزو، كانت عندنا صعوبه. المغرب ما يعرفش قولا، كيعرف فعلا 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 عاد شويه قولا، والجزائر قولا 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 بدون فعلا بدون فعلا، وهادشي راه معروف، هادشي راه معروف. وكيلهيو شعبهم بالعدوانيه ضد المغرب، علاش؟ ولاو دخلوا لهم راسهم وقراوهم في المدارس وقراوهم في المعاهد وقراوهم في الاعلام اليومي على ان الصحراء ماشي مغربيه، وانت يلاه اليوم مغربي بغيت تهضر مع جزائري تقول لي راه الصحراء مغربيه، راه كاع لا تسوقوا كاع، شنو غادير؟ غادي نقلبوا على الناس اللي ماتوا في الصحراء، الناس اللي ماتوا في الصحراء نقلبوا على الاراميل ونديروا لهم تكريم، نقلبوا على الايتام ديال الصحراء ونديروا لهم تكريم، ونقلبوا على السجناء اللي كانوا مجهولين في السجون الجزائريه 20 و25 عام ونديروا لهم تكريم، ونقلبوا على اي واحد تم تعذيبه من طرف السلطات الجزائريه من المغاربه وسجنه في المغرب او اي حاجه وقع عليه تعسف ونديروا له تكريم. خصنا نتهلاو في القوات المسلحه اللي كانت واللي راه كاينه ونتهلاو فيهم، هادو هما الناس اللي كيحميو لك التراب ديالك. خليني من الهضره الخاويه، سمعتي؟ خليني من الهضره الخاويه. اليوم راه كاين هناك مرابطين في الصحراء، هناك مخازنيه وجدرميه وعسكر، ها؟ الجيش الملكي والاداريين، هذوك الناس اللي خصنا نهضروا عليهم وديما نقدموا لهم التمجيد، وديما نقدموا لهم التحيه والاجلال، وديما نقدموا لهم الاحترام. اما نتسناو شي دوله وشي عنطيزيه تجي تعترف لنا بالصحراء تخليها عندها. الصحراء مشدوده باغ فوا دو فات، الصحراء مشدوده من الناحيه الفعليه. ها با دو فوا باغ فوا دو تيوريك. الصحراء مشدوده خلاها الحسن الثاني الله يرحمه، قال لك لا نريد من العالم ان يعترف بصحرائنا، بل نريد من العالم ان يعرف مع من حشرنا بالجوار، فهمتي؟
دونك ستوب توكين اباوت نوتينغ، ستوب توكين اباوت نوتينغ. الوزير الثقافه ينوض يتحرك الا كان رجل عنده في يديه يقول لنا شكون هو ذاك المستشار ديالو الذي يتطاول على الملوك، فهمتي؟ وشكون هو ذاك اللي خدام في دوزام اللي قال لك راه هذا جاي من المشرق المغاربه كيعرقوا وكيضربوا تماره. عرفتي هذاك اللي بدا يتعلم الصغيور اللي بدا يتعلم في ديك الحرفه راه كيخدم في النهار الاول فابور عند المعلم ويضرب تماره ويسخر ويطلع حتى يكبر في ديك الحرفه ويتعلم ليها، وتجي انت اليوم تنسبها دايت راسك انت يلاه حلمت بك الوقت وتبغي تقرب من الجزائريين وتنوض دير في تويتر العالم ديالهم موجود بارتو، فهمتي؟ راه هادي راه كيعيبوا عليهم اوروبا كامله، قال لك لو درابو الجيريان بارتو ميم دون لي كورتاج دو فينيغاي حتى في الجنازات. هذا هو الاساس. وزير الثقافه يقولنا شكون هو المستشار ديالو، وزير الثقافه ما محتاجين ليش حنايا كاع، اصلا كاع ما محتاجين ليش، فهمتي؟ راه كاين دي كونسيي، كاين ناس، كاين جمعيات، كاين هذاك اللي محيحين ينوضوا الساعه اي تراب نفترشوا باباهم اللي في المغرب. كاين ناس متقين، اجانب، امريكان، اوروباويين، جابونيين، يابانيين، متقين تراب المغربي، متق محطوط افيك دي بلوف افيك دي زونتيريور. دخل الدار ديال تشرشل، دخل الدار ديال كينيدي، دخل الدار ديال روزفلت، دخل الدار ديال اوباما، دخل الدار ديال ريغان، دخل الدار ديال بوش، والله لا ما لقيتي شي حاجه مغربيه نعطيك اللي بغيتي، ضروري ما تلقى ارتيكل ماروكان. ولو ماروك هو مول الماروكينري، لي بازار، لي بازار، المغرب هو مول الماروكينغي، لا ماروكينغي ماشي الجيريانيغي ولا لا تينيزينيغي ولا لا يمانينيغي، كاين لا ماروكينغي، فهمتي؟ لو كويفر، لو كويغ، لو بوا، ها؟ هادشي كله مغربي. ونا با بوزوان شي واحد يدير لنا تعليق، حنا اللي عندنا مهم هو نتهلاو في القوات المسلحة المرابطة في الصحراء المغربية، وجميع الأفراد، القوات المساعدة والدرك والإداريين، وكاع الناس اللي ساهرين على الأمن ديال هاد البلاد، اللي رغم أن الجزائر تحرشت بالمغرب واستعانت بالعديد من الدول المارقة، الدول الرخيصة الشيوعية، الجيوعية والشيعية، تالفة، باش تاخذ ولو مترو ما قدرتش، هي والاحترام والمودة للشعب اليهودي المغربي وغير المغربي ولإسرائيل. لإسرائيل ماشي هي اللي شردت المغاربة، وماشي هي اللي حاربت المغاربة، وماشي هي التي طردت 350 ألف مغربي، وماشي هي اللي كونت دولة وكيان أجنبي وكيان خارجي لمحاربة المغاربة وسجن المغاربة والتنكيل بالمغاربة وتحطيم وتخريب اقتصاد المغرب. هذا هو اللي خصنا ندويو عليه. سمعتي اخاي؟ وصلت واحد البوان وركت باغي نوصل عليه. هذا البوان هذا راه ما كاينينش دابا، راه بلغت عليهم لا ديغنيا خوا، كيكونوا هنايا الافارقة وكيبيعوا لا دروك. السفير بن عائشة، هذا هو الميساج اللي نعطيه لكم. اللي بغى التاريخ وبغى يقرا التاريخ ولي ديتاي، راه كاين اساتذه مغاربه كاينين عبر اليوتيوب، اللي ما كنسميهمش انا يوتيوبر، كنسميهم اساتذه دكاتره منورين للراي العام، كي اكلاغ وكي سونسيبيليزي كي انفورمي ماروكان غراتويتمون. الدكتور صنيبي والدكتور نعوم والدكتور منار سليمي والدكتور نبيل هرباز والمتخ كذلك حاتم مرابط اوتخي اوت كاينين، وحسن المغربي حتى هو كيعجبني، سامبل اي ديريكت، سامبل اي ديريكت سون ميتافور، بلا مجاز بلا والو، باسكو لانفورماسيون كتحتاج للمعقول وكتحتاج لا كريديبيليتي المصداقيه، والمصداقيه كتكون كي ما تكونش تبالغ، كي تكون واقف على المعقول، هو هذاك هو المعقول. كنحييكم، راه شوف المغرب راه نايضه فيه، رايجه شوف، حنا عندنا لا سيركيلاسيون كل الوقت في كازابلانكا، كل الوقت، ولكن الدار البيضاء زوينه، فيها كل شيء، فيها توت لي زوبورتينيتي، فيها الخدمه، فيها ناشطه الدار البيضاء، صراحه الدار البيضاء سيتي فري ميغا بول. شوف الطوبيسات كي دايرين، شوف كليماتيزور، الويفي، فهمتي؟ صراحه الدار البيضاء الفن، وكاين بيان سير كاع المدن زوينين، ولكن مادام في الدار البيضاء نقول لك ان الدار البيضاء فيها لي زوبورتينيتي ما شاء الله، وصافي فيها تقدر تخدم، تقدر عندك كفاءة، عندك مؤهلات كتخدم فيها،
براتب شهري محترم. علاش؟ ولا كنظن انني قلت لكم اللي خاصو يتقال، فهمتي؟ بلاتي نطلع نقضي واحد الغرض وحده قبل ما نهبط. ودابا قلنا لهم شحنايا حنا غير نديرو غير فيديو هكذا لايف، هكذا لايف، فهمتي؟ غير باش تبين على ان داك الدعايه اللي كيديروها على ان المغاربه راهم مضطهدين وان العسكر وان الملك مجوع المغاربه وداك الشيء. دابا حنا اون با ارغيومونتي بوغ او، هادشي شتي هادشي باش المغاربه اللي هما عندهم شحال مغربي ما واصلش او ما نجحش او ما عندوش الزهر او نيمبورت كوا كيبقى يسب في البلاد ويسب في هذه. لا، يشوف دو كال بوركوا دو كال كالي فين كاين الديفو، فين كاين الديفو. يفو شيرشي بور تروفي. اذا نعاود نقول لكم على القضيه، ركزوا ليا، ما تدخلوش في السبان معاهم عافاكم، ما تسبوا لهمش العيالات ديالهم، ما تهضروش معاهم كاع بلا بروستيتيسيون. لا بروستيتي اصلا ما خصهاش كاع تسبوا التعاير، كل واحد وربي باش بلاه، فهمتي؟ سان اغيف با كوز اوتر، ماشي سافا دير كون دي بروستيتي ولا شي حاجه ما نمرقو. ما عندنا غرض، اللي بغى يدير لا بروستيتي الله يسهل ليه دبر راسو داكشي شغلو. واش حنا نوليو بحالهم؟ حنا مراد دي كومبلكسي دي زوبسيدي. حنا اوني با دي زوبسيدي، حنا عندنا واحد لا ليبرتي فريمون ابسولي، فريمون تخي تخي زوفيرت. ما عندنا حريه شكل، عايشين في تعايش وعايشين، ما عندناش داك الكبت وداك الكراهيه. علاش قال لك اللي ما يوصلش اللحم يقول خانز؟ ساكن بنادم مكبوت محروم مسدود عليه في كوكوت مينيت، وسي نورمال يشوف البنت سيفيليزي. راهم جاو غير لكازابلانكا تخلعوا، شافوا البنات يتمشاو سيفيليزي وشوفوا، حسبوا راه كاع اللي لابسه زعما لابسه سيفيليزي راه بقات حتى التوانسه هكذا لا ميم شوز. سيدي كل واحد يعيش كيما بغا. حنا لا كان عندنا لي بروستيتيو، عندنا بوسبير. واش راك بوسبير هو اللي صاوب شي دوله كتحارب الجزائر؟ والجزائر صوب الدوله تحاربنا صاحبي. دارت الجزائر الدوله، دارت الدوله من لا شيء، بربعه ديال الناس دارت الدوله بالوالي ورباعته، دارت الدوله صاحبي. تصور وحده دايره دوله ودارتها عندها ودارتها دارتها الاورغانيغرام ديال الدوله، دارت لها الهيكل ديال الدوله صاحبي، دارت لها وزاره الخارجيه، وزاره الداخليه، وزاره الاوقاف، وزاره المياه والغابات، وزاره الصيد البحري، وزاره الثقافه، وزاره المعادن، وكاع الوزارات كاينين. اللي كاينين في الجزائر كاين روندا ديال الوزارات، كاينين في الجزائر روندا، روندا في الرئيس وروندا في الوزير، جوج رؤساء كاينين. وتجي انت اليوم تقول لي الجزائري ما كيفكرش، ما كيردش البال هادشي، ما كيعرفش شحال مليار كتخسر باش هذيك الدوله الوهميه يبقى داك الاورغانيغرام واقف، وباش ديك الدوله مره مره تمشي تصور شي بلاصه دير السيرفي باش يسافر بالطوش يتصور شي بلاصه فين المهم شي حمامره يديه معاه. اما نوصل حنا لو وصلنا نعايرهم بالعيالات ديالهم داك الشيء نهبطوا ادنى مستوى، نقول لهم انتم راكم مقولبين. بطوش عايش في الفشوش، وشنقريحه عايش بليكوش، والشعب مرمي في لاتوش. هذا هو اللي تقول ليه، راهم مقولبين. عرفتي باللغه المغربيه مقولبين قالب كبير، تقولي بان لي مقولبين. ويجي يقول لي واحد يجي يقرا عليا يقول لي انا نعايرهم؟ لا، ما تدخلش معاهم في هذيك. حنا عندنا الحق يكون عندنا لي بوفر، با بروبليم، ما نتقارنوش معاهم. هما خصهم يتقارنوا مع الامارات، ويتقارنوا مع قطر، ويتقارنوا مع السعوديه. ما تقارنوش معنا هنايا، حنا ما عندنا لا بترول لا غاز، حنا عندنا التراب كنحفروا وكنجبدوا منه المعيشه. عندنا غير التراب، ما عندنا والو، عندنا غير التراب. التراب والرجال، بيان سي الرجال هما لا باز. عندنا رجال ونساء المغرب اللي كيعطيو لا فالور داك التراب، اللي كيخرجوا منه الذهب. احنا شوف، احنا كي نرجعوا للدعاره خليهم يقولوا اللي بغاو. جي دير الدعاره في المغرب يتعتقل، لان الدعاره يعاقب عليها، هي جنايه يمشي عليها الحبس. الدعاره في المغرب ممنوعه، وهما عندهم اوتوريزي، هنا تكفي، عندهم لي ميزون كلوز اوتوريزي بلا باتونت بكل شيء. حقا قال لك علاش؟ باش يراقبوا الامراض الجنسيه، ها السيدا وسيفيليس وما المهم. على عين جو فو سالي، جو ديسون بخوندغ ان كافي، ها اللي بغى يجي يتقهوى معايا راني هنا مرحبا به. كنحييك. شو الدنيا مروجه، شنو نحطو على الطوموبيل نشوف فين نحطها.
قلب لي على تستونسيون قال لك المغرب فقراء ما تقدر حتى فين تحط موبيلتك. تبارك الله عليكم وشكرا لكم على بروشان فيديو، ديما فيديو ورا فيديو.